شكرا للعزيز الأخضر بالريش وضيوفه الكرام الكابتن طارق دياب والكابتن عدنان حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا أهلا بكم وسهلا، ودقيقة صمت لوفاة أحد رجال الشرطة في لقاء بلباو وسبارتاك موسكو. كانت هذه دقيقة صمت لوفاة أحد رجال الشرطة في لقاء أتلتيك بلباو وسبارتاك موسكو. مشاهدينا الكرام، هنا من الكامب نو، هنا ولقاء كبير يجمع بين البارشا وجيرونا. جيرونا الفريق الذي أفقد أتلتيكو مدريد 4 نقاط من 6، والذي فاز على ريال مدريد أيضا، فريق كان له دور كبير في تواجد مؤثر جدا جدا أمام فرق العاصمة مدريد، عندما يتعادل مرتين مع أتلتيكو مدريد 2-2 1-1، وعندما يفوز على ريال مدريد 2-1، إذن أنت أمام فريق قوي محترم. لذلك كان الحديث دائما وأبدا عن أهمية هذا اللقاء. 16 هدف يجلس اليوم كلاعب بديل، بينما رقم أمام حضراتكم التقدم لوزانو. هدف أول، لا 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 لا، بداية وأي بداية، إصرار وأي إصرار، مفاجأة وأي مفاجأة. نعم نعم نعم، صدمة كبيرة لعشاق البرشا مع اللحظات الأولى من عمر اللقاء. دقيقتين اتنين احتاجهم الضيف اللي أول مرة يحضر إلى الكامب نو في تاني مشاركة تاريخيا أمام البرشا، ينجح في إحراز أول أهداف اللقاء. مفاجأة، ويا لها من مفاجأة، صدمة ويا لها من صدمة. نعم نعم نعم، ينجح بورتيو الذي سجل في أتلتيكو مدريد وسجل في ريال مدريد ويسجل الآن في البرشا. أدي الضغط، أدي التحول السريع من الدفاع للهجوم. البرشا بدأ بيفكر في حاجة واحدة فقط، أنه يسجل من البداية. أي سرعة، أي انطلاقة، أي ضغط عظيم في اللقطة الأخيرة. ميسي قد يكون يسجل. أي بداية، أي إصرار، أي تحدي. البرشا على طول العمر رفع شعار ما في حد أدي. يعود البرشا وأي عودة، وسواريز النجم الكبير يسجل. نعم، هدفه رقم 18، هو هدف التعادل، وبونو يحتضن شباكه وتحتضن شباكه أول أهداف اللقاء. شوف ميسي، شوف التمريرة الجميلة، وتغطية سيئة جدا من أداي الظهير الأيسر، ثم كان التقدم، ثم كان الاختراق، ثم جاء الانطلاق. نعم، يبحث دائما وأبدا عن النتيجة الإيجابية. هو تاني، مش معقول. لوزانو المهاجم الهندوراسي، لاعب خطير، لسه جاي من البرشا بي، لاعب تنريفي السابق، لعيب عنده 24 سنة، 220 مليون الرقم الأكبر. انطلاقة تاني، لا، مش معقول يا ميسي. ميسي بيعمل إيه؟ ومنه على طول إلى ألبا. آخر 6 أهداف سجلهم ألبا، فرصة لا تضيع. أدي الباص الأمامي وأدي المساحات. مش معقول، حرموه من أول جول. نعم، ومع ذلك بروح جميلة بيسلم عليه على اعتبار أنه أنقذ هدف. إيه الروح الجميلة دي؟ إيه القلوب الحلوة دي؟ إيه الناس اللي قلوبها جميلة ونظيفة وكبيرة دي؟ روعة. نعم، اسمع سوسيداد برضو تاني، تغطية الأوفسايد، مش معقول. ديمبلي في المدرجات تاني وبرضو مش أوفسايد. فرصة ميسي، أوه، يوقف يأجل. تاني من جديد، يا ولد. أخيراً عملها وكلمته قالها، خلصها بعد ما درسها وفحصها. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي، الله عليك يا عم الناس. أي والله، ميسي عم الناس، رجل من قدم، من ذهب بل من ماس، يقدم ويسعد للناس كلها قيمة كبيرة بأهدافه وبقيمته، ليسجل في الفريق الوحيد الذي لم يسجل فيه حتى الآن في الليغا الأسبانية، يسجل أول أهدافه. ميسي الكل لازم يخافوا. 2-1، خط الظهر برضو بيعمل ايه؟ القدم وجزء لا يتجزأ، وميسي والضربة الحرة. سلام يا ميسي يا عظيم، جودة الكلام
في الاختصار، جودة الكلام في الاختصار. ميسي بيجيب من الآخر، بيحسم الأمور، والمباني تحكي همة الباني. يقدم دائما وأبدا كل ما هو عظيم وجديد، ويستخرج من مستودع قدراته وإمكاناته وموهبته دائما كل ما هو مفيد. ميسي يسجل هدفين، يرفع رصيده ل 22 هدف في بطولة الدوري هذا الموسم، ويتقدم بالهدف الثالث على الفريق الذي فاز على ريال مدريد وتعادل مع فرصة الرابع. فرصة الرابع، فرصة الهاتريك، فرصة الهاتريك. لا 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 خماسيات، خماسيات، رباعيات، رباعيات الخيام انتهت، أصبحت خماسيات البرشا في العصر الحديث. كرة صلات، كرة مهارات، قال له من الشبكة هات. بيلعبوا في ملعب كبير ولا بيلعبوا في كرة الصلات؟ هم الحواة. نعم البرشا، كل العالم شروق وغروب إلا البرشا شروق وشروق. البرشا ما عنده غروب. بداية الموسم كانت قاسية أمام الملكي. نعم نعم نعم، ممكن ممكن تخسر معركة، لكنها تعلمك كيف تربح الحرب. البرشا خسر معركة السوبر ولكنه يفوز بمعركة الليجا. هكذا كرة القدم الجميلة، هكذا كرة ككل. الشوط الأول 2.5 كيلو، بعد انطلاقة تاني من جديد فرصة، ولكن 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 الخطير، الخطير الهندوراسي، الهندوراسي لوزانو 24 سنة لاعب البرشا، بلاي تاني على طول أقصى اليسار، سواريز لا يرحم لا يرحم، ولكن القائم، القائم صاحي مش نائم، القائم في قمة التركيز والانتباه، القائم يخرج لسانه لسواريز ويحرمه من الهاتريك، يحرمه من الهاتريك. أبهر العالم كله، متع العالم كله. ديمبلي يتقدم، عايز هدف خامس، قد يكون هدف خامس قد يكون، ولكن إلى ضربة المرمى. لكن بدأ ينطلق، بدأت الثقة تبقى أكتر، بدأ التعامل مع المرمى أكتر. واحد يقول لك ثقة إيه وبدأ إيه؟ واحد 840 مليون لسه هتكلمني عن الثقة؟ ما هو بيلعب فين ومع مين ووسط الكرة. تاني على طول سواريز، تصويبة كوتينيو، ولكن حارس المرمى ياسين بونو يتصدى ببراعة، يتصدى. تاني على طول وسع لنفسه، يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، كبير يا ولد، كبير يا ولد، لعيب يا ولد. نعم نعم نعم، كوتينيو يصدق على إمكاناته وقدراته، وهو رسم لنفسه خارطة الطريق، هو رسم لنفسه خارطة الطريق، عارف الطريق، فسجل هدف خامس والأول لكوتينيو مع البرشا. الله الله الله، أول أهدافه رسم. بص بص، هو حضر، هو حضر، هو عايز إيه؟ هو اتحرك الثلاث أربع ياردات دول عشان المدافع يجي معاه فيفضيهم فيجي للمكان. جل 8 أهداف ميسي، والحارس عظيم، والعظمة لله، هيتجنن. جبتها ازاي يا ولد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة؟ تاني على طول العرضية، الله 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 الله، روعة ايه، متعة ايه، قيمة ايه، وجمال ايه، وهدف عظيم، الله عليه. هاتريك سواريز، نعم، يرفع رصيده النجم الكبير للهدف رقم 20، يرفع رصيده للهدف رقم 20، وأصبح بفارق هدفين فقط عن هداف الليجا رفيقه وحبيبه ميسي. يرقص ويتراقص ويراقص أحد أحبائه في المدرجات.